كلنا نعلم أن جهاز الحاسب الآلي اختراع مميز لعصرنا الحالي، لا يمكن الاستغناء عنه في أي حال. لكن هل تصدق أن جذور هذا الاختراع تعود إلى القرن 19؟ بل أن أساس تقنية برمجة الحاسوب أو ما يسمى بالخوارزمية ترجع أصولها إلى قبل قرن من اختراع الكمبيوتر. ترى فكرة من؟ وكيف توصلت إلى برمجة الحاسوب؟ ومن أين حصلت على هذه المعلومات قبل اختراع الحاسوب بمئة عام؟ أهلا بكم متابعين الأفاضل. نعم، إنها السيدة آدا لوفولايز الملقبة بساحرة الأرقام، لكن دعونا نتعرف على شيء من سيرتها عبر التقرير التالي. ولدت آدا لوفولايز في لندن في 10 من ديسمبر عام 1815. ترعرعت تحت رعاية والدتها التي أورثتها حب العلوم الحيوية والرياضيات، بعيدة عن أبيها الذي انفصل عن أمها وهي في الأسبوع الخامس من حياتها. كانت منذ طفولتها مغرمة بحب العلم والرياضيات. في عمر 17 تعرفت على جارلز باباج أستاذ الرياضيات، وكان أبرز اختراعاته هو المحرك التحليلي، وهي آلة تعمل بالبخار مصنوعة من الحديد والنحاس. وكان أول حاسوب ميكانيكي في عام 1837. ورغم فارق السن بين آدا وباباج، إلا أنهما كانا متقاربين فكرياً. باباج كان نقطة تلاقي مهمة في حياة آدا، الفتاة الشغوفة الباحثة عن العلوم. وفي نفس العام تزوجت آدا من البارون ويليام وأصبحت صاحبة لقب كونتيسا لوفولايز. وكان الزوج يؤيد كثيراً حب زوجته للعلوم والرياضيات. مع أن آدا لوفولايز تزوجت بسن مبكرة وأنجبت 3 أطفال، إلا أن هذا لم يمنعها من العودة إلى مقعد البحث والعلوم عام 1839 بتشجيع من باباج. وفي عام 1842 كلف باباج آدا بترجمة مقال للفرنسية كتبه رياضي إيطالي في جريدة سويسرية يصف المحرك التحليلي، فاستقبلت المقال بوضع ملاحظاتها وأفكارها، مما أبهر شارل باباج بترجمتها وأفكارها، فطلب منها استكمال ملاحظاتها وتدوين كل أفكارها بالمقال. وفعلاً دونت آدا كل ملاحظاتها وأفكارها. أعزائي المشاهدين، معا نتابع التقرير التالي لنتعرف على أفكار وملاحظات آدا وكيف تحولت إلى حاسوب مبرمج. استكملت آدا لوفولايز ترجمة المقال عن المحرك التحليلي بوضع أفكارها وملاحظاتها، وهي عبارة عن خوارزمية ترميز ومعالجة عن طريق الآلة. كانت هذه الملاحظات تحظى بكثير من الأهمية في أوائل تاريخ الحواسيب، كما أنها توقعت قدرة الحواسيب على تجاوز حدود المعادلات الحسابية وتدوير الأرقام التي كان الآخرون بما فيهم باباج يلزم نفسه بالتركيز عليها. وكانت ملاحظاتها أطول ب3 أضعاف من الترجمة الفعلية، كما اعتقدت أن الجهاز قد يكون مفيداً أكثر من استخدامه فقط للأرقام، ويمكن استخدامه لمعالجة أي شيء ضمن مجموعة ثابتة من القواعد. وقالت أنه يمكن استخدامه للأغراض العملية أو العلمية، ويمكن أن يؤلف يوماً ما أجزاء معقلة من الموسيقى والصور والنصوص إلى شكل رقمي. ونالت ملاحظاتها احتراماً ونشرت في عام 1843. أصيبت أدا في ريعان شبابها بمرض السرطان وتوفيت بعمر 36 سنة، لكن جهودها لم تذهب سدًا. ففي عام 1953 نشرت ملاحظات أدا عن المحرك التحليلي لباباج، وأصبح المحرك الآن معترفًا به ليكون نموذجًا أوليًا لجهاز كمبيوتر.
حيث كانت تمثل وصفاً للكمبيوتر والبرامج ومرتبة حسب الترتيب الأبجدي من A إلى G. وفي الملاحظة G وصفت أداة خوارزمية المحرك التحليلي لحساب عدد برنولي. تعتبر الخوارزمية الأولى تحديداً مصممة خصيصاً لتنفذ على جهاز الكمبيوتر. أعزائي المشاهدين، صحيح أن آدا لوفلايز لم تشهد ثمرة أفكارها أيام حياتها، إلا أنها بعد 100 عام من وفاتها اعترف بملاحظاتها وبأنها أول خوارزمية حاسوبية، وبآدا كأول مبرمجة حاسوب في التاريخ. وتكريماً لإسهاماتها في مجال العلوم والرياضيات، قامت وزارة الدفاع الأمريكية بوضع اسم آدا على لغة حاسوبية موحدة جديدة. وفي عام 2017 كرمها موقع جوجل في اليوم العالمي للمرأة، كما أطلق اسمها على كلية الهندسة المختصة بعلوم الكمبيوتر والاتصالات بجامعة سرقسطة بإسبانيا. وهكذا تمكنت آدا لوفلايز من تخليد اسمها في سجل العلماء والمخترعين الذين قدموا للبشرية الكثير من الإسهامات ذات الأهمية العظمى في مجال العلم والتعليم على كل المستويات، رغم قصر رحلة حياتها والمرض الذي ألم بها. ختاماً أحبتي المتابعين، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى واختراع جديد من برنامج فكرة من.